أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عبد الله بن دينار، سمع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار، ويروى عن شعبة قال: لوددت أن عبد الله بن دينار حين حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم، والصحيح عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر. قال أبو عيسى: وتفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة، صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، فقد كذب. وقال فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر.
قال: فهل فيها أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقا. قال: أنى أتاها ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعها. قال: فهذا لعل عرقا نزعه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة، وزاد فيه: ألم تري أن مجززا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وهكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا حديث حسن صحيح، وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة. حدثنا أزهر بن مروان البصري حدثنا محمد بن سواء حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشات. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث.